صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يظهر في بعض القنوات التي تدعي أنها قنوات إسلامية من الأطفال من يمثل موسى وعيسى عليه السلام، فما نصيحتكم بمثل ذلك؟ لا يجوز تمثيل الأنبياء ولا الصحابة، هذا لا يجوز، لأن هذا تنقص لهم، تنقص للأنبياء، تنقص لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل لا يجوز تمثيل الأئمة والعلماء، لأن هذا فيه تنقص لهم، تندر بهم، تضحيك للناس. نعم، ولو كانوا يزعمون أن هذا من أساليب الدعوة ومنها، هذا لا يجوز، وهذا فيه اغتياب للممثل به، فيه اغتياب له، وهو لا يرضى بذلك. أنت ترضى أن أحد يمثلك، يمشي مشيك ويتكلم مثل كلامك، ما ترضى بهذا. نعم.